شيرين. هاي شيرين، ايه اخبارك؟ ايه ما استلمتيش العربية بتاعتك من التوكيل؟ مش مهم، انا هفوت عليكم كده ولا كده بعد الشغل ونروح نتغدى في النادي. باي. مالك يا خير بيه؟ عمر مغلبني وشيرين تصرفاتها طايشة. اتصور انها خبطت العربية بتاعتها مرة تانية. طب ما اجيب لها سواق واخلص. سواق ايه وبتاع ايه؟ دي كانت طفشته من اول مشوار. طبعا عندنا سواق، عملنا بيه ايه؟ ولا سيكا حبيب قلبي. انت فين؟ انت كمان انا ما عادش عليا الصبح ليه وانت جاي؟ ما كنت هنا. ها ايه الاخبار؟ تمام. استاذ نادر قال عليك الدنيا. لا يا راجل. طب وانت قلت له ايه؟ ايه؟ طب كويس انك قلت له كده. يلا. طب خش. استنى لما هيجهز الاوردر. استنى منك لو ايه؟ فاكر نفسك بتشتغل في تكيه؟ ايه اللي جابك متاخر؟ انا ده سيد اللي جاي متاخر، انا هنا من الصبح بدري. طب انجاري شوف شغلك. حاضر. تعال هنا. تعتبره ده اخر انذار ليك. فاهم؟ 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 خلاص انا قلت له هو مش هيعمل كده تاني. بعد اذنك بقى اروح اغير هدومي لحسن زمانها مبلوله. بعد اذنك. خد سي دبليو سي ثانيه بس واجي لك. اوكي يا حبيبي. فحشيني. عيب لما نتجوز الاول. شفت في لو سمحت ممكن كوبايه ميه؟ ايوه. كوبايه ميه. ايه ده؟ سميره. سميره بحيل. زكي عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه يا سمسه؟ عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ انت اخبارك ايه؟ الحلاوه دي لفيتي ودورتي وبقيتي قمر. ايه ده؟ اتخطبتي؟ ليه يا شيخ؟ اه والله. فاكر الواد شكري زميلنا في الكليه؟ شكري؟ شكري السيد؟ ايوه. لا لا بتهزري، الواد شكري ابو ست حروف طايرين. اعمل ايه ما لقيتش غيره؟ لا اخشى عليكي اخشى عليكي. بصي اتعديت منه كنت هقول اخشى عليكي. معقوله كده؟ يا حبيبي. فاكره يا بنت، فاكره لما كنت بتهربي من المحاضرات وتيجي تقابليني في حمام الرجاله الحريمي؟ فاكره يا شكري؟ ايوه عارفه فاكره. انت كل شويه هتفكريني بيه. فاكره لهتم ده ولا فاكره لما سوسته الجيبه بتاعتك اتقطعت وفضلت مداري القطع بايديا لغايه ما روحت البيت؟ شكري. ايوه فاكره. شكري فاكره ولا فاكره؟ فاكر انت بعد ما كان بيطب فجاه علينا؟ يا لهوي دي كانت ايام. بس ده كان في سنه ثالثه بس. انا بتهرب. شكري انت كنت عايزه ميه؟ ها اجيبها لك بتلج ولا من غير؟ اي حاجه. طيب ثواني. شكري. ايوه شكري يا سيدي. ازيك يا شكري؟ ده احنا لسه كنا في سيرتك حالا دلوقتي. ازيك يا شكري عامل ايه؟ اهلا. الله. طب ما هو زي ما هو، هو ما اتغيرش، بيجي فجاه برضه. اه ازيك يا شكري؟ اهلا يا سيدي. فاكر يا شكري ايام الجامعه لما كنا بنتلم كلنا في المكتبه بنقعد نقرا؟ بس انا عايز اقول لك حاجه، انت يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت سميره بهيل. ذكريات. ذكريات زباله يا زباله. بذكرياتك الزباله دي يا تافل. طول عمرك تافل، طول عمرك تافل. لا 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 انت فهمت ايه؟ انت فهمت غلط. فهمت غلط. اه دي كانت عايزه ميه. هي مشكله في الميه؟ صدقني ثلاث سنين يا دبله يا دبله. مفيش بوسه وانا خضك بوسه. كتير يا شكري، ثلاث سنين على سميره كتير. ده انت متاخر يجي سنتين وست شهور يا راجل. شفت المصيبه؟ معلش معلش. مفيش مسؤول هنا يا جماعه. مفيش مسؤول. مسؤول يا جماعه. مسؤول. ايه اللي بيحصل؟ سعادتك المسؤول في ايه؟ سعادتك انا رحت دبليو سي ثلاث ثواني. ثلاث ثواني ما اتاخرتش. ثلاث ثواني لقيته قاعد بقول لها سوست، ولما كنت ماسك لك السوسته وزمن السوسته اتفتح. حصلت. حفان سيادتك، حفان سيادتك. هو مش عايز افهم حاجه. هو خاطب واحدة أصلا زبالة سوسته. أعملها إيه؟ جيب لي حقي يا باشا، جيب لي حقي. حصلت بره مش عايز أشوف إيدك تاني هنا خالص. ده أنت زبالة وهي أزبل منك. بره. وأنت فوتك وقع الدهان من على الحيطان. بره. إيه يا حازم؟ أنت هتقعد تقطع في الورد؟ حرام عليك ما تسيبه في حاله. الله، أم الورد اتعمل ليه؟ مش عشان يتقطف؟ أحلى وردة لأجمل بنت في الدنيا. آه ميرسي قوي. دي سارة. يلا بينا نمشي بقى لحسن تزعل. يلا بينا. مساء الخير. ازيك يا بابي؟ طب عمر راح فين؟ بابي. اهلا يا عمر، ازيك؟ ازاي التمرين يا حبيبي؟ كويس بس البسين برد قوي، انا جعان. طب يلا ناكل. بابي قولي لسارة كل سنة وهي طيبة عشان عيد ميلادها النهارده. والله كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيب يا انكل. انا همشي بقى عشان الحق اجهز نفسي، هستناكي النهارده. اوكي. وانت اوعى تتاخر لي، اوعى تيجي بعد ما عيد الميلاد يخلص. ها يلا باي باي. باي باي. الحمد لله. قوم سيادتك من فضلك هات لنا الغدا بسرعه، انا مستعجل. طب همشي انا بقى. اوكي يا حازم، اشوفك في العيد ميلاد. باي باي.
انت بتبصيت انا ليه؟ ايه ده يا عم؟ انت لسه بتلعب بالبتاع دوت من صباحيه ربنا لغايه دلوقتي؟ اتفضل في الزفت ده وتخش نام على طول. خمس دقايق ونص دقايق ولا دقيقه واحده كلمه ورد قطار تخش نام دلوقتي اهو. اتفضل. انا حاليا منين ولا منين؟ يلا بقى تصبح على خير. تصبح على خير حازم. انا ما بحبش الطريقه دي، وبعدين انت وعدتني 100 مره ان انت هتبطل شرب وبرضه بتشرب. جري يا شيرين ما تفكيها بقى، بعدين ده عيد ميلاد وكل سنه طيبه يعني. باي باي. حلو قوي اللي بيحصل ده. عندك فكره ساعه بقت كام؟ سوري يا بابي، اصل كلهم كانوا سهرانين وبعدين. انا ماليش دعوه بالكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده، المفروض كنت تقعدي نص ساعه وترجعي على طول. ما انا كان هيبقى شكلي وحش لو كنت رحت ومشيت على طول. وما فكرتيش ان شكلك ممكن يبقى وحش لما تخلي واحد يوصلك في نص الليل؟ بابي ده حازم. بتاع اي حازم اللي يوصلك ده هو؟ طب قولي لي اتصرف اي تصرف، ابعت لك السواق. بابي انا ما بعملش اي حاجه غلط. واضح ان انا دلعتكم شويه زياده عن اللزوم. اتفضلي نامي وبكره ليا تصرف تاني معاكي. وانت يا ابني مش ناوي تعمر في وظيفه ابدا؟ كل يوم تشحططني وانا بكلمك وانت باصص فين؟ انا بكلمك وبفهمك وبعقلك وانت باصص الناحيه الثانيه. بطل يا اخي قله ادب، بحسب حد بينادي. مهم الراجل المدير ده طيب ولا مش طيب ولا حكايته ايه؟ ده طيب جدا يا بابا، طيب قوي قوي يعني. امال طردك ليه؟ عشان شرير ومفتري. ايوه هو طيب ولا شرير ومفتري؟ هو مخلط يا بابا، مخلط. آه. اسمه ايه؟ اسمه نادر. نادر المخلط. تعال. زكي حكالي عن سوء التفاهم اللي حصل بينكم. انا مسكته بهدلته طبعا، مرمطته وصممت يعتذر لك ويسوي الخلاف ده. خلاف ايه يا سيد؟ سالم، سالم الاسيوطي والد زكي سالم الاسيوطي. اه ما تقلقش اصله لسه ما فطرش. بعد اذنك يا نادر بيه انا عايز اقول حاجه. حضرتك ظلمتني وحياه بابا، وحياه بابا اللي عمري ما حلمت بيه كذب. انا ما عكستش حد، دي سميره بهيج زميلتي في الكليه. ايه ده هو بيتكلم عن سميره؟ ها؟ زميلتك في الكليه؟ اه لا يا نادر بيه، لا 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 لا، دي سميره، دي زي اخته. اخته ايه؟ دول راضعين على بعض. ولما هم راضعين على بعض الجدع اللي كان معاها اتخانق معاك ليه؟ جدع؟ اسالني يا بابا عن الجدع اللي معاها ده، قول لي مين. طبعا هقول لك مين ده. شكري السيد خطبها. هو الواد شكري السيد خطب؟ اه خطب. شكري السيد اه خطب من فتره. لا حول ولا قوه الا بالله. ده خطب يا بابا ما ماتش. ايوه ما هو كده داخل على اول الطريق. شكري السيد وسميرة، أنا لو أعرف إن الموضوع يخص سميرة وشكري والله ما كنت جيت يا نادر بيه ولا تعبت نفسي، دول إخواته. يلا 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 بوز دماغ أنكر نادر. يلا يلا بقى عشان خاطر بابا. يلا يلا أنكر نادر. طيب امشي يلا امشي امشي بلا لعب عيال. كلام فارغ، وخد أبوك في بطنك وتفضل واطلع بره. امشي بره امشي. ما تخافش من صوتك، ما تخافش من صوتك. يلا مش ممكن نادر قال لك امشي؟ امشي يا ولد روح شوف شغلك. مش كده يا نادر؟ يلا من غير ما تبوسه، يلا شوف شغلك. امشي امشي يا زكي امشي، وانا كمان يا نادر. يلا بقى سلام عليكم. الله ايه ده؟ ايه ده دي الناس دي كسال؟ صباح الخير. صباح الخير. تأمروا بايه يا فندم؟ عندك ايه تشرب؟ في مانجا ساقعة. لا في حاجة سخنة؟ في مانجا سخنة. لا ده في قله ادب وسفاله. يا نادر واضح ان في نداله وقله اصل. ليه يا نادر دلوقتي؟ ليه كده؟ ليه كده حضرتك؟ انا ايوه حبيبتي في ايه اللي انت جاي وشغال عندك ده؟ انت تاني عمل ايه؟ بيعاكسني انا وهبه. والمصحف معاكسني هبه. بتعاكس غدا هانم يا بقى. وغدا هانم يا بقى فتي تطلع مين؟ دي تطلع مراتي يا حيوان. يا نهار اسود منين. طب بالنسبه لهبه ظروفها ايه؟ اطلع بره. ماشي 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 بره. الله الله شكل سعادتك مجهد قوي النهارده يا خير بيه. الان
قلقان على شيرين وتصرفاتها. انت عارف شيرين عايز حد عينه عليها ليل ونهار، وانت عارف ان انا ما عنديش وقت. هي مش من ده قاعده معاهم؟ انا عايز حد يبقى معاهم في البيت وبره البيت، حد لازق لهم، بودي جارد. عايز بودي جارد يا سالم. بودي جارد؟ ايوه عارفهم. مش تقصد العيال زرع بدري بدري دول المفتونين العضلات اللي تصب عليه يروح مديك بالبنيه في عينك على طول؟ هم دولة البودي جارد. لا طب وانت عاوز دول ليه يا خيرت بيه؟ تناوي تدخل الحرب ولا تكونش شيرين بنت حضرتك ماشيه تلطش وخلق الله في الشارع؟ الموضوع مش كده يا عم سالم. انا مش عايز حد يضرب ولا يهش ولا ينش، انا عايز واحد لازق لهم زي خيال المقات. شوف لي الموضوع ده انت بقى يا سالم. اقعد يا جمال يا ابني اقعد. انا عاوزك في موضوع مهم يا جمال. صحصح لي كده. ها تحت امرك يا بابا. انا عاوزك تشوف لي بودي جارد. بودي ايه؟ بودي جارد. بودي جارد؟ ايوه بودي جارد يا بابا. ايوه. ليه يا بابا؟ الله. حد اتعرض لك؟ لا. حد مد ايده عليك؟ ما لا مش حد داسلك على طرف يا بابا؟ لا انا هفهمك. طب ليه طالب بودي جارد يا ابني؟ اديني فرصه اتكلم معاك بره يا اخي. ليه طالب بودي جارد يا بابا؟ اديني فرصه افهمك. مال حواليك بودي جارد؟ انا مش عارف. الله. انا عارف ان انتوا حواليا. ده انت غريب يا جمال يا ابني. طب عاوزه ليه؟ مش انا اللي عايزه. خيرت بيه هو اللي عايزه في شغل. خلاص. هديت. اتفضل اكتب بقى المواصفات الواجب توافرها في هذا البودي جارد. واحد، قوي البنيه، مفتون العضلات، دي احسن حاجه فيا، شرس، عادي، قلبه ميت من زمان، قوي الشكيمه، ذو بأس، حاد النظر طبعا، لا يقل طوله عن 190 سنتي ولا يقل وزنه عن 210 رطل. ما ينفعش 205. وفوق ده كله لازم يكون ابن ناس. هي دي مشكلة. أنا عاوز البودي جارد ده يكون جاهز عندي في ظرف يومين بالكتير. بودي جارد يا دوب الحق اجهز نفسي. خبيني خبيني. خبيك فين؟ ايه يا عم خبيني في اي حته، ده انت كلك مخابئ. خلاص تحت كلني. والله برافو عليك يا جمال يا ابني، دايما مشرف ابوك. ده انت بعت اسود مش بني ادمين. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟ فنون جميله يا فندم. فنون جميله؟ انت اكيد فنون قتاليه، فنون متوحشه. جميله. وسعادتك كليه الطب؟ قسم تشريح طبعا، قسم تقتيل، انما طب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي. اتفضلوا استريحوا لغاية ما نجيلكم. تفضل تفضل. بعدين بقى الخمس مصايب دول
على الله. اسمك كريم ايه؟ ناهض العدوي. لا والله. طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟ وانت مالك؟ طب كويس. لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض ولا انت جاي فرداني؟ وانت دخلك ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا. ايه يا ناهض في ايه؟ انا برغي معاك يعني عادي، بس انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل. ايوه صدق، ما تبصلوش بقى ما تبصلوش، وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني. ها؟ يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد. طب ما تقول يا اخي. الاولاني ده اسمه ناهض، التاني ده اسمه داغر، التالت ده اسمه فايد. فايد طبعا لازم يبقى فايد. الرابع ده بقى اسمه اشرف. ايه اشرف ده؟ اسم غريب قوي. ماله اشرف؟ بس مراته خانته وهربت مع عشيقها. هو ده عشيقها.